اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش انا اللي بعملها، حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، واحنا محددين يوم الاثنين من كل اسبوع بنعمل الاكل بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال الاتصال على القناه الاولى، وكمان من خلال التواصل من السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. النهارده مع بعض مطلوب مننا نشوف تفاصيل عمل السينابون. عائله عشان تشتري حبايه سينابون او اثنين او ثلاثه بندفع مبلغ وقدره. حلو، تعالوا مع بعض بمقادير بسيطه جدا وسهله متواجده في اي بيت. هنعمل صينيه سينابون كبيره 20 30 واحده، نعزم الحبايب ونعزم القرايب. هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه تفاصيله من خلال الحلقه بتاعتنا ان شاء الله. معانا فراخ النهارده مشويه. كله بيسال ايه اللي هو التشيكن على جريل، يعني ايه فراخ مشويه على الجريل؟ ولو مش موجود جريل ما ناكلش فراخ. طاسه السمكه بتاعتها تكون قويه شويه، تقريبا 5 مللي علشان تبقى تدي درجه حراره عاليه جدا، تسخن وهنتبل الفراخ ونشويها مع بعض بتتبيله بسيطه من المستردة او حبوب الخردل، لان انا بحبه في تسويه الفراخ لانه كمان بيحرق الدهون وبيساعد على التخلص من الكوليسترول. معانا الرز بلبن النهارده، كلنا لغايه دلوقتي معانا مشاكل مع شويه رز بلبن حلوين، دخل علينا الشهر الكريم، طبق سحور انا شخصيا بحبه بالمكسرات. الرز يا شيف مغازي معانا ما بيستويش جامد، الرز بتلاقيه حبه وحبه، الرز باللبن يطلع من الثلاجه مصيص مش زي بتاع المحلات اللي بره. انا هخليك تعمل الرز بلبن النهارده يبقى له قوام بره الثلاجه وجوه الثلاجه. تفاصيل كتير في الحلقه بتاعت النهارده بناء على رغبه حضراتكم من خلال التواصل على السوشيال ميديا والاكلات اللي بتطلبوها احنا بنعملها يوم الاثنين من كل اسبوع. اوعوا تروحوا جايين، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا تفاصيل الحلقه هتمشي ازاي، خط سير الحلقه يعني. عندنا عجينه سينابون عشان المفروض نعملها، بتاخد مراحل التخمير، والسر في نجاح السينابون ان يعدي على مراحل التخمير درجه درجه، يعني بعد ما نعجن العجينه تقعد لها تقريبا ساعه لانها فيها ماده متخمره زي البيكنج باودر والخميره اللي احنا بنستخدمهم مع بعض، وبيدخلها بيض طبعا. هنستاذن فريق العمل نشوف مقادير عجينه السينابون بتتعمل ازاي. دي بتختلف من مكان لمكان، ولكن اساسياتها يكون فيها بيكنج باودر وخميره وبيض. تقدر تحطيها حليب دافي او ميه دافيه في العجينه حسب الرغبه. المقادير على الشاشه. حلو قوي، 5 كوبايات من الدقيق او 4 كوبايات بياخدوا 4 معالق من الزيت في العجينه، بياخدوا خميره فوريه معلقه مع معلقه سكر عشان الخميره تشتغل، بيكنج باودر معلقه صغيره، بيضه للمقادير، بنعجن العجينه بتاعتنا بمساعده ميه دافيه او حليب دافي حسب الرغبه او حسب الدسامه. تقدر تخلي الزبده تشارك في العجينه بدل الزيت، مفيش مشكله. تعالوا طبعا العجينه معانا جاهزه زي الفل، عشان نعمل العجينه في الوقت بتاعنا ده مش هيسعفنا طبعا، فتعالوا نشوف العجينه مع بعض بعد المرحله الاولى من التخمير. اللهم صل على النبي، فرحان بيها. تلاقيها ملت الكسروله كده، ما تقلبهاش بيدك، شيلها على طول عشان نبدا نفرتها مع بعض زي الفل اهي. بناخد العجينه دي يا عم الشيف، نقدر ان احنا ناخد منها نصها ونبدا ان احنا نفرتها على البلانشه بتاعتنا او نفرتها على الكاونتر بتاعنا او الرخامه او الطبليه اللي انت بتعجني عليها حسب الرغبه. الحشوات بقى، البعض بيحشيها زبده مع سكر بني. طب انا اجيب السكر البني منين يا شيف مغازي؟ مفيش في المنطقه اللي انا فيها. ريحي نفسك، هتجيبي معلقتين سكر الابيض بتاعنا العادي ده وتحط عليه معلقه عسل اسود بقى سكر بني وريحت راسك، ايه رايك؟ كده وفرت عليكي، ممكن يكون سعره غالي شويه. هناخد نص العجينه دي كده، واقول لك على علامه حلوه تعرف ان العجينه خدت السوائل بتاعتها واتخمرت ازاي. اول ما تفتحي العجينه كده نشوف المسام بتاعتها، بتبقى عامله زي الكيكه. شفت المسام؟ جيبها لي يا شفيق الله يوفقك. اهي المسام بتاعت العجينه بالشكل ده كده. دي مكوناتها كالاتي، اكتبوا ورايا: 4 كوبايات من الدقيق، بياخدوا 4 معالق من الزيت، معلقه خميره فوريه مخلوطه بمعلقه سكر وميه دافيه ونسيبهم على جنب، معلقه بيكنج باودر صغيره بتتحط على الدقيق، بنعجن العجينه بتاعتنا وبعد كده بنسيبها نص ساعه بالشكل ده كده. هناخد دي كده نفرتها مع بعض. حلو الكلام، حلو الكلام. نشابه وشويه دقيق زي الفل. ايه الحشوات بقى؟
ممكن الزبده مع السكر البني، ده بيخش جوه العجينه بتاعتنا احنا عارفين. البعض بياكلها ويحب ياكلها بعين الجمل، انا بحبها بعين الجمل وسكر الكراميل اللي بتبقى حلوه. البعض بيحبها بكريمه السكر اللي هو السكر البودر، بياخد شويه حليب يبقى ينزل زي الكريمه كده على السينابون. البعض بيحبها بالتوفي، البعض بيحبها بالشوكولا، حسب الرغبه. لازم العجينه دي تتفرد بشكل مستطيل، يعني 30 في 60 تقريبا. حلو الكلام. ليه اشيف 30 60؟ علشان لما نلفها تدينا تقريبا 10 قطع من السنه. وتلاقي تخلي العجينه رؤيه جدا. ليه يا شيف؟ علشان احنا هنلفها رولز بعد الفرد. تليفوناتنا على الشاشه للتواصل والسؤال واحنا شغالين مع بعض. هتتعبي شويه فردها مفيش مشكله. ودي بتتعمل شو في المحلات بتاعه السينابون، بتلاقي الراجل الشيف واقف بيعملها قدامك كده وهو شغال، بيبقى عنده جاهز طبعا، فهو بيعمل شو علشان يفتح نفسك وتشتري. العجينه بالشكل ده كده تتفرد. واقول لك على سر كمان، تدعي لي. عيني. حاضر. دايما العجينه بعد التخمير ما تخلطهاش بايدك ولا تقلبيها ولا تعجنيها تاني عشان تساعدك في الفرد، ده مهم جدا على فكره. اللهم صل على النبي. زي الفل. نبدا ان احنا بقى نقطعها بشكل مستطيل. دايما بتشكلي العجينه بعد الفرد المعلومه، في معلومات كتير بقولها جوه تفاصيل الحلقه، ركزي فيها دي هتعجبك قوي. حركي العجينه من مكانها وخليها تاخد على وضعها. ليه؟ لانك انت لما تقطعها دلوقتي هتلم منك، لان الفرد بتبقى ماسكه في الايه؟ في الرخام. تلاحظ كده هي خست شويه. ده مهم جدا، ده بيجي بالخبره بقى. حلو الكلام. العجينه معايا زي الفل اهي، اخد شكل مستطيل كده. والعجين ده ما يترميش على فكره، تقدري تستخدميه تاني. بتلميه على بعضه وتسيبيها على جنب لمده 15 دقيقه، وتقدري تفرديها زي ما انت عايزه. ما تفرديهاش على طول عشان مش هتساعدك في الفرد. حلو قوي، زي الفل، سهل خالص. السلم ليه نشتريه من بره؟ الله. حلو قوي. نشيل العجينه دي نخليها على جنب خساره. التبذير احنا مش معاه. هاتي في تعمل لها 2 3 دي على فكره، سيبها بس على جنب كده 10 دقايق، هتفردها زي ما انت عايز. معانا زبده، اللهم صل على النبي، ومعانا سكر بني. ومع السكر البني ده شويه قرفه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وهناخد السكر البني مع الزبده والقرفه ونفرده على العجينه. بس للامانه ده مش سكر بني، وانا صادق وصريح معاكم وواضح، ده سكر ابيض حاطط عليه قرفه. حلو الكلام. ده الزبده زي الفل. مش هنحط قرفه تاني بقى خلاص. بس انا اعمل تركايه حلوه كده بجد بجد، هتدعي لي. سنه فلفله حلوه كده، حاجه كده. هو دي بتخش في الحلويات، بتبقى لطيفه قوي على فكره، بتخلي الواحد ياكل واحده واثنين وثلاثه واربعه. نقلب الخلطه دي كلها مع بعضيها ونفردهم على العجينه بتاعتنا. زبده ممكن تحط شويه حبهان اللي هو الهيل الناعم، جودي بقى وخليك احسن مني. حط شويه مسمار اللي هو القرنفل، ده لطيف وحلو برده في الحشوات، بس انا بحبها مع الحبهان بتبقى حلوه. ممكن تحط مكسرات، فستق، لوز، فول سوداني جوه الخلطه مفيش مشكله. الخليط ده حلو، ناخده كده نحطه على وش العجينه واحنا شغالين مع بعض. بقت عجينه معايا زي الفل يا عم الشيف. حلو قوي، زي الفل. نفرد ده كده. الله عليك يا درش، شفت الجوده كده. انت هتعمله بقى يا شيف بالكراميل. ايه مكونات الكراميل او التركيبه بتاعته؟ زبده، كريمه لباني، سكر ياخد شكل الكراميل. وانا من الناس اللي بيحبوا السينما اللي تبقى الحشوه جوه بتاعته قليله شويه عشان اكل واحده واثنين وثلاثه، وسنه الفلفله الحلوه اللي انا حطيتها جوه الخلطه دي تديها شويه سبايسي وتخلينا ناكل منها.
وكل ما كانت الحشوة قليلة جوه العجينة كل ما تخليكي تاكلي واحدة واتنين وتلاتة واربعة التوبنج يعني اللي بخش جواها اهو بالشكل ده كده. نلف العجينة كده بقى اهو ناخدها بالشكل ده كده اهو. وفرت على نفسي الواحدة بتعمل لها تقريبا 30 40 جنيه. خلي بالك دي هتتساب دلوقتي بعد ما نلفها تتخمر تاني. لا يا راجل اوبا يا نهار ابيض. انا بصراحه بعملها في البيت ما بشتريهاش من بره. حاضر عيني بس وفرت عليك حاجات كتيره. ليه السينمون ده ما نعملوش في البيت ونعزم حبايبنا واولادي والاولاد يعزموا اصحابهم في النادي رايح النادي ياخدها معاه تبقى لطيفه وحلوه. نجيب الصينيه اللي هنرص فيها وفي طريقه كده ان احنا نحط بيها حبايه السينمون بعد ما نقطعها. خلي بالك دي مهمه جدا. هنجيب السكينه اول قطعه كده مش عايزها بالشكل ده كده. دي لسه هتتخمر تاني تقريبا 15 دقيقه قبل ما تخش الفرن. حط الصينيه دي كده عشان حضراتكم تشوفوها. السينابون هستاذن حضراتكم اقطعها واعمل حركه كده صغيره في العجينه علشان تخش الفرن وتديني الشكل اللي انا بشوفه بره في السوق. ودي مهمه جدا على فكره. حطي دي كده كمان وسيبي مساحه للتخمير. بتيجي على كل واحده تمسكيها كده. اساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري. دي مهمه جدا. شفت انا بجيب بسيبها كده دي اللي هي الحته الاخيره بجيبها من تحت كده واجي جاي كده واحطها بالشكل ده كده اهو. واجيب اطراف ايد عاملها كده تبقى زي الزهره تاني اهو اهو عيني اهو 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 ارجع اهو حلو اللهم صل كده اهي تحت منها زي الفل واحطها هنا كده اهو. الحركه دي مهمه جدا وتتخمر بالشكل ده كده تاني اهو اهو بالشكل ده كده واحطها كده. سيبوني انا بقى ايه اشوف الفلاورز بتاعي الحلو ده كده او الفلاور بتاعي كده بالشكل ده كده واعيش معاه شويه علشان ياخد مرحله تخمير تقريبا 15 دقيقه وبعدين ندخلها الفرن ونحط عليها التوبنج اللي احنا حابينه. ممكن يكون كراميل ممكن يكون توفه ممكن يكون سكر ممكن تكون شوكولاته. او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه اللي حصل في الفاصل؟ خدنا بقيه العجينه شفنا مع بعض رصيتها في الصاج بتاعي وهاخد بعد كده واخد الاساتذه المصورين حبايبي ونخش جوه الفرن. احنا قلبنا جامد بنخش النار ما يهمناش اهو بدات العجينه تعيش. فرنك لازم يكون درجه حرارته 180 كانك بتخبزي كيكه. بتحطيها في ارضيه الفرن على فكره عشان العجينه تاخد الشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده كده اهو. شفتي ورده بتتفتح في قلب الفرن. هنقفل الفرن زي الفل. طيب خليها تاخد وقتها عشان كده انا بدات بيها. هنشوف مع بعض ازاي نعمل التشيكن على جريل او الفراخ المشويه على الجريل بتتعمل ازاي. الاسم سيبك منه يخض. لازم تكون عندك جريلا زي المحلات مش لازم. تعالوا نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه الجريلا عندك بتسخن. احنا النهارده الحلقه بتاعتنا بنجاوب على الاسئله يعني مش بنفرض عضلاتنا ونقول ان لا لا خالص. الموضوع انا ماشي خطوه خطوه مع حضراتكم علشان نشوف ازاي بنعمل الاكلات اللي بنسال عليها على السوشيال ميديا. المقادير على الشاشه. صدور فراخ زي الفل وفلفله ملونه بصله ناعمه فص ثوم محترم وعصير ليمون ومستردة وزيت وزبده. حلو الكلام. هناخد الصدر الفرخه ده كده زي الفل واخد الموزه اللي هنا دي كده عايزها واحط الصدر ده كده زي الفل. ونفس القصه هنا ممكن تعملي بقى 5 6 صدور 8 حسب عدد افراد الاسره. الموزه دي نخليها كده والصدر ده كده ونيجي هنا كده بالراحه. دي طريقه. البعض بيقطعوا شرايح ويشويه على الجريل بس انا بعمله بشكل حلو كده علشان ايه في اطفال حلوين لازم ان هم الشكل
والمنظر يبهرهم يشدهم على السفرة، وانت دورك انك تخلي الطفل يحب ياكل من ايدك. ممكن الشكل مهم جدا، ويقول لك العين بتاكل، ده لازم، ولكن الطفل لازم في حاجات تشده على السفرة ويسألك ايه ده يا مامي؟ تقول له والله تابعت الشيف المغازي على القناة الأولى عمل 1 2 3 4. أنا هحط شوية توم هنا كده، توم ده فريش طازة زي الفل. عينيا نعمل لك أحلى أكلات شعبية، بداية من الكشري والطعمية والحواوشي والسجق والحاجات الحلوة. مستردة تاني، الخلطة دي عبارة عن إيه يا شيف؟ إحنا مع بعض كده، توم مستردة، ركزي معايا، زيت زيتون، ملح، فلفل، زعتر، فلفله حلوه، واخد عصره ليمون احطها بس، واخد الفراخ بتاعتي الحلوه دي كده، شفت الجو ده كده؟ احط التتبيله دي جوه ايه؟ مكان التقطيعه اهي. مكان مقطعتي بالسكينة، نفس القصة هنا كده، اللهم صل على النبي. ممكن تعملك 20-30 صدر بقى، عندك عزومة، خليه الطبق الرئيسي مع شوية شعرية متحمرين، شوية مكرونة سباكيتي مع صوص بولونيز، شوية رز بالخلطة، الحاجات الحلوة دي مهمة جدا على فكرة. نجود بقى شوية، معانا فلفل أحمر، ناخد الفلفل الأحمر ده كده ونيجي هنا كده. الحاجات دي حلوه قوي على فكره، بتشد الاطفال. والشكل كمان بيبقى حلو، يفتح النفس. ناخد الفلفل ده كده نحطه هنا كده. والفرخه بنعمل لها جوانح كده، صدر فرخه اهو بالشكل ده كده. وعندنا جريلا درجه حرارتها عاليه، بناخدها زي ما هي كده زي الفل. ونفس القصه، ممكن نخلي دي بلون تاني، يعني ده اختياري، ممكن تعمليه ممكن ما تعملهوش، بس احنا اتفقنا مع بعض ان احنا ازاي نبهر ولادنا على السفرة ونعمل لهم حاجات حلوة يحبوا ياكلوا في البيت، مش علشان ان احنا مش عايزين ندوهم مصروف او ما ياكلوش بره، لا، علشان اكل البيت مضمون، دول ولادك. نفس القصة بقى، شكلين مختلفين. حلو، مكان التحمير ده هنعمل شويه صوص حلوين زي الفل، معانا عود روزماري محترم كده بنحطه يشارك في الطعم. انا بحب دايما الفليفر بتاع الاعشاب، روزماري، زعتر، الحاجات دي حلوه بالشكل ده كده. نشيل دول كده، الموزه الحلوه دي بقى اللي انا اعملها لنفسي، انا اكلها باخدها زي ما هي كده اهي، شفتيها؟ الله، دي انا احب اكلها كرانش كريسبي، تبقى لطيفة قوي على فكرة. وشوينا فراخ وزي الفل على جريل. تمام، سؤال جانا على السوشيال ميديا دلوقتي، ممكن أعمل نفس الطريقة مع اللحمة؟ يعني هي مش مرغوبة مع اللحمة، أو ممكن نعملها مع الستيك المشوي، بس الستيك المشوي له شكل متعودين إن إحنا بنأكله بنشوفه في بعض المطاعم، فأنا بقدر الإمكان أكون حريص إن أعمل الأكل بالشكل اللي أولادنا معتادين يشوفوه دايماً، علشان ما يستغربوش الحاجة في الأول، بعد ما يستطعموا الحاجة ويعرفوا التركيبة بتاعتها نقدر إن إحنا نجود في الموضوع. طيب، الفراخ بتستوي. على الفراخ بتاعتي ما تستوي بالشكل الحلو والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها، خلونا مع بعض نعمل صوص الكراميل اللي هنزوق والتوبنج بتاع السينابون اللي في الفرن. حلو الكلام؟ طاس على النار شديدة الحرارة بالشكل ده كده. حلو الكلام، هنحط فيها سكر. سكر ده يا شيف تقريبا كوباية. حلوة، ونسيبه على النار كده. ونشيل دي من هنا عشان نوسع لنفسينا شوية. حلو. تعالوا إن السكر الكراميل يطلع معانا، خلي بالك من المرار، وربنا يكفينا شر المرار. يتقلب كده. عشان يطلع معاك بسرعة. واحنا شغالين. سؤال على السوشيال ميديا، ينفع نعمله بالعسل؟ ينفع بالعسل الاسود، بالعسل الابيض، مفيش اي مشكله. المطبخ له دستور وله قواعد خالص، زي ما تحبي. التوبنج بتاع السينابون اساس العجينه اللي انا عملتها.
التجويد بقى والحب ده بيجي من حبك للمطبخ ومظهرك الجميل في المطبخ، انك انت توري لاولادك انك بتحبيهم، توري لجوزك انك بتحبيه. عسل اسود مره، عسل ابيض حلو مره، تعملوا له الشربات انت بايدك الحلوه، تجيب الفراوله تعمليها تقعديها يعني تدمسيها على النار وتحطيها توبنج تبقى لطيفه وحلوه. يعني تجيب الفراوله تضربها في الخلاط وتصفيها وتحطيها على نار مع معلقتين سكر وعصره ليمون، تبقى لطيفه زي الشربات كده، تبقى حلوه. انا عيني طبعا على الكراميل عشان السكر ما يمررش هنا، عايزه ياخد اللون البراون الجميل الحلو عشان انزل بالزبده والكريمه اللباني. التقليبه دي مهمه جدا. ما سيبوش هو ياخد لون براحته، خد لون هيسود منك ويمرر منك. السكر بيطلع اهوت زي الفل، نار شديده. الفراخ نقلبها عينيا حبيب هارتي، اللهم صل على النبي. زي ما هي كده زي الفل، ودي نفس القصه. عينيا اهو فراخ تاكلي صوابعك وراها. هنعمل لها دلوقتي الصوص بتاعنا مستردة، الروزماري عليها زي الفل بالشكل ده كده، الكراميل اللي بيطلع معايا زي الفل اهو. خلينا نطلع بالكراميل اللي بس ده مهم جدا اهو عشان النار. الصوص ده مهم جدا، سيبيه على النار هو بياخد لون، بياخد لون اهو اهو اهو. وتقلبي دايما، عندك بيبي بيعيط معلش يعني، الحاجات دي مهمه جدا، الباب بيخبط معلش، جوزك بينادي عليكي معلشين، قولي له بعمل لك حاجه حلوه اصبر عليا، هو ده مهم اهو. السكر بالذات هو بيتولد كده والكراميل اهو، لان هتسيبيه او ارفعيه من النار ورجعيه تاني، بس لما تيجي ترجعيه تاني هيكون ايه جمد معاك، خلي بالك اهو. الحاجات دي مهمه جدا، خد لون، ننزل بيها يا عم الشيف بالزبده والكريمه اللباني الاثنين مع بعض اهو. ادي الزبده بتاعتنا حلو، سيح الزبده اهو، شفت الجو ده كده اهو. ننزل بالكريمه اللباني، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي اهو 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 اهو. الكراميل بتاعي كراميلا التوفي اهو اهو، الله الله على القوام اهو. ننزل ببقيه الكريمه اهو اهو. السينابون حاسس كده بيقول في حاجه بتتحضر لي بره، في مفاجاه بتتحضر لي بره، بيحس. نشيل ده من هنا كده ونسيب ده ياخد غلوه على النار. بس التركايه الاخيره اللي عمل صوص التوفي ده كده، نسيبه يغلي على النار هيديني قوام. القوام ده طبعا مرفوض تماما ان انا احطه على السينابون، ما ينفعش، فلازم ياخد هنا معلقتين نشا مخلوطين بميه او حليب، مش هحطهم دلوقتي غير لما ده يغلي. خلونا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف الانتاج بتاعنا. سينابون في الفرن هياخد توبنج الكراميل، معانا فراخ تشيكن على جريل هتاخد الصوص بتاعنا مستردة، معانا كمان رز بلبن جاهز. هنشوف ايه التركايه الاخيره ازاي يطلع له قوام في التلاجه وبره التلاجه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظه ولاده الكراميل. شايف القوام ده كده لون العسليه اللي احنا بنشوفها، شايفين اللون ده كده قوامه تقل معاكي، بتخفيه شويه حليب زي الفل. شايف القوام ده كده فله. تركيبته ايه يا شيف تاني؟ ده سكر قلبناه على النار ادالي اللون البراون بتاعنا. شفنا عجينه السيبون معانا شفيق مخرجنا الجميل، الله يوفقك، الله حلو قوي. تمام، هنبدا نرصه في طبق دلوقتي وننزل عليه بالصلصه الحلوه دي كده زي الفل، نخفها شويه. قيمه غذائيه عاليه جدا، مكوناته سكر. هتقولي لي ممكن يتعمل بالعسل؟ العسل بقى مش محتاج كل التركيبه اللي انا عملتها دلوقتي، حط عسل بس وخلاص، يبقى السينابون بالعسل واحنا شغالين كده زي الفل. نبدا نرص معانا السينابون في طبق التقديم اهو. حلو قوي، ناخد ده هنا كده يا نعم حبيبي حبيبي اهو.
واحدة اتنين تلاتة أربعة، عايزة تحط شوية عين جمل على السنب والماشي دي بتاعتك، تحط فول سوداني مش عايزة تكلفي جامد مفيش مشكلة. حلو أهو بالشكل ده كده أهو، هي بتطلع لوحدها. ورقة الزبدة بتساعدك في إنك أنت تعملي كب كيك، تعملي سينابون زي الفل تمام. هنحط عليه التوبنج دلوقتي في الصغيرة والكبيرة، الصغيرة خلال الأطفال أهو. دي أساسها موجودة عند محلات السينابون. بتشوف أنت بقى شكل سكر مخلوط بودر مخلوط بحليب، بتشوف الشوكولاتة محطوطة، بتشوف شوية عين جمل اللي هو البرزنتيشن يعني. ده تمام زي الفل. بناخد الكراميل بتاعنا اهو، نسقطه كده عليها زي الفل تمام. حلو قوي والله يا شيف مغازي، انا بحبها بالعسل حسب الرغبه. الله الله اهو، طبعا بينزل وهو سخن على السينابون، والسينابون لازم يكون سخن كمان عشان الصوص ينزل جوه العجينه بتاعتنا اهو. كريمه لباني، زبده، حليب، سكر، عندك شويه مكسرات حلوين، ده معايا لوز يا مزاجك اللوز كده، شويه جوز الهند، ده طبق السينابون حلو كده بتقدميه هديه لضيوفك وحبايبك. نقدم الفراخ بتاعتنا في الطبق ده كمان، عجينة البيتزا والمكرونه بالبشاميل والحاجات الحلوه. اسئله ما زلنا نسالها، نفس العجينه اللي كانت معايا دلوقتي ممكن تمشي عجينه بيتزا على فكره، نفس التركيبه. الفراخ بتاعتنا، الموزه الحلوه دي كده تتحط هنا جميله اهي، الفلفل المشوي ده كده بنحطه مع العود الروزماري الحلو ده كده، وخلي كل شيء على طبيعته. حلو الفلفل ده حلو اه، شكله حلو. عندي بقى صلصه حلوه هحطها دلوقتي حالا كده، معانا الوقت، عايز اعمل شويه صوص حلوين. الفلفل الاصفر ده كمان برضو يتحط على الوش اه. دي طبعا تشيكن على جريل، المطلوب هنا ما يبقاش فيه صوصات كتيره، الصوص اللي احنا حابينه. بعض المطاعم بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بتجيب الزبده دي وتلفها رولز في ورقه زبده، وتحط معاها روزماري واعشاب، وتتحط في الثلاجه. شوينا فراخ حلوه زي دي كده، بناخد مكعب من الزبده المخلوطه بالروزماري والزعتر، وتتحط على الفراخ وهي مشويه، او حته الاستيك وهي مشويه. ممكن تحط روزماري، ممكن تحط زعتر حسب الرغبه. زبده تتحط عليها روزماري وزعتر، وتتحط في قلب الثلاجه. كده هنا صدور الفراخ والسينابون بتاعي. تعالوا كده بسرعه نعمل شويه صوص حلوين، احنا معانا وقت. اللي هي التتبيله بتاعت الفراخ اللي كانت معانا من شويه، بحط عليها شويه مستردة اهو، ممكن نقدم معاها بطاطس مقليه اهو. معايا معلقتين نشا محترمين زي الفل، باخدهم كده زي الفل اهو، دايما بتخلي النشا ده عندك كده اهو، يديني القوام. ده المطبخ، وانا بحب المطبخ الغربي ليه؟ حاجاته كده لطيفه وبسيطه وما فيهاش كعبله كتير اه. طلع الصوص بتاعي زي الفل، في الليمون، في المستردة، في الروزماري، في الزعتر، في الملح، خلي بالك في كنترول هنا اه. اقلب كده على النار ياخد غلوه، خلص الكلام زي ما هو كده. يلا على الفراخ بتاعتي اهو، الله طعم المستردة هنا واضح اه زي الفل. ممكن نقدم معاه بطاطس مقليه، ممكن حسب الرغبه. تعالوا مع بعض بقى، تعالوا مع بعض بقى نغرف الرز بلبن زي الفل تمام. رز بلبن معانا جاهز، كلنا شطار في عمايله. اعملي العجينه عادي يا ست الكل، وبعد ما تعمليها بتهرسي شويه فول اخضر، بس الفول الاخضر هيغنينا عن الفول المشوش بتاعنا، ما اعتقدش الفول الاخضر ما يتنقعش خالص، مش مطلوب ان احنا نحطه على طول، يتفرم وتحط الخلطه بتاعته او الخضره بتاعه الايه الطعميه اللي هي عباره عن كرات، ودي مهم جدا على فكره، الوجود الاساسي في عمل الطعميه والثوم وشوية طبعا بهارات من الكمون. الرز بلبن ايه اسراره يا عم الشيف؟ انا بحبه ايه بقى؟ شوفوا الشيف المغازي اه. هي دي كاسة رز والله العظيم، اتحطت في شوية مية لغاية لما الرز باش.
خدنا الرز بس بعد ما تغسليه مره واثنين وثلاثه وتحطيه على النار يستوي الرز، والرز بيستوي بتبقى الميه لونها شفاف حلو لطيف، تبداي تنزلي بكميه الحليب المطلوبه. خد اللون ده والقوام ده كده زي ما هو كده. عينيا عينيا حلو قوي ده مهم. طيب احنا ناخد كده الرز بلبن بتاعي اهوت، معانا نشا يا عم الشيف، معلقتين نشا زي الفل ينزلوا هناك. عيني حاضر اهو، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ انا بحبه كده بقى. شوف ايه التركايه بقى، هي معلقتين نشا على القوام ده كده، ده بيثبت القوام بتاعه، ربنا يثبت قولنا على الحق. نعم يا استاذه نعم. المقادير على الشاشه، رز وحليب ومعلقتين نشا والمكسرات اللي موجوده عندك في درج الثلاجه، وشويه فانيليا محترمين حلوين كده عشان ياخد طعم الفانيليا. عايزاه ياخد طعم الحبان حط طعم حبان، عايزاه ياخد قرفه حط قرفه، ده الرز بلبن. معايا بقى انا هنا المكسرات بتاعتي، جوز الهند وشويه لوز، يا مزاجك اللوز اهو بالشكل ده، بحطهم في جوه الرز بلبن وشويه زبيب وهو سخن، انا بحبه كده، ونقلبهم مع بعض. الله، ايه اللي بيحصل هنا؟ الزبيب بيرجع لشكله الطبيعي لان عارفين انه ده عنب مجفف، اللوز بيطرى عشان كبار السن لما ياكلوا منه، جوز الهند بتطرى، فيقوم لما نيجي ناكل الرز بلبن ده كده ما نحسش بمطبات تحت اسناننا. ناخد الرز ده نغرفه كده في الكسروله الكبيره، تلم العيله كلها، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده زي الفل تمام. شايفين تفاصيل الرز بلبن؟ جواه زبيب، جواه لوز، الله عليك. وحط شويه ميه مر، حلوه. جالي سؤال من الكنترول دلوقتي قال لك ممكن نحط ميه ماء ورد؟ ميه الورد مش مرغوبه في الرز بلبن، بتسرق الطعم وبتبقى شويه يعني الواحد ما بيقدرش ياكل معلقه واتنين اذا حطينا ميه ماء ورد. المفروض نحط ميه زهر، ميه زهر الحلويات عموما اللي المفروض تحط لها ميه زهر، شويه جوز الهند، شويه لوز، احلى صينيه رز بلبن تاكليها. السر هنا يا عم الشيف كده باختصار شديد، معلقتين النشا اللي انا دوبتهم في شويه حليب نزلوا على الرز بلبن وهو بيغلي، فهنا ثبت القوام بتاعه بره التلاجه جوه التلاجه، هو ده قوام الرز بلبن. حلقه النهارده فيها شويه شغل، فيها شويه تفاصيل، انا اختصرت طبعا الوقت في العجينه طلعت جاهزه، هكرر تاني العجينه اتعملت ازاي. 4 كوبايات من الدقيق، خدوا معلقه خميره، معلقه سكر، معلقه بيكنج باودر، بيضه او بيضتين صغيرين زي الفل، وبنعجن العجينه يا اما بميه دافيه يا اما بحليب دافي عشان العجينه تطلع معايا بسرعه. بسيبها مرحله تخمير نص ساعه، بعد كده بفرتها واشكلها زي ما انا عايز. بواقي العجينه بتخليها على جنب، الحاجات دي مهمه جدا، وتقدري تفرديها مره واثنين وثلاثه. التوبنج بتاعنا عملته كراميل، تقدري تعمليه عجينه السكر، تقدري تعمليه شوكولاته، تقدري تعمليه كاكاو، تقدري تعمليه وايت صوص اللي هو الصوص الابيض بتاع الفانيليا اللي هو عباره عن نشا وحليب وفانيليا بس حسب الرغبه. مكسراتك زي ما انت عايزه انت ودرج الثلاجه اللي موجود عندك، تفاصيل صغيره ولكن بتغنيك عنك انت تاكل حاجات من بره كتير واولادك ياكلوا من ايدك، لان احسن شيء في الدنيا كلها الام لما تشوف ابنها بياكل من ايديها ويستطعم الاكل ويقول لك تسلم ايدك يا مامي. رؤية فن ابداع، بنرضي كل الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، بنحوش كل الاسئله وبنعمل عمليه فلتره ليها وبنجاوب عليها عملي يوم الاثنين. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.